خلينا نتكلم مع حضراتكم بقى في ترشيحات والتوصيات بتاعت اللجنه الفنيه فيما يتعلق سواء بمنتخبنا الاولمبي او منتخب 2001. هو كان منتخب 2002، وبعدين لو تفتكروا في الحلقه اللي كان فيها ضيفنا هنا الكابتن ضياء السيد فاتكلم في الجزئيه ديت، قال لك انه المنتخبات الفرديه هي بس اللي بتنجح في مصر، المنتخبات الزوجيه هي اللي ما بتكتب لهاش النجاح. فخلينا دايما نتكلم على المستوى الفردي عشان ده اللي بيسلم لمنتخبنا الاول في بطوله الامم الافريقيه في النهايه. كانت وجهة نظر محترمة جدا الحقيقة. وبعد الحلقة اتكلم الكابتن مجدي عبد الغني مع الكابتن ضياء السيد وقال له اشرح لي الموضوع، فشرح له القصة. هي وجهة نظر برضو السوق، يعني خدوا بالكم الكابتن ضياء السيد ده واحد من الناس اللي بيشتغلوا باحترافية شديدة يعني. فدلوقتي اصبح من ضمن الناس المرشحة بقوة ليه انه بقى موجود في منتخب 2001 اللي هو كان منتخب 2002 الكابتن ضياء السيد. بس انا تخيلي انه كابتن ضياء السيد مش هيبقى مرحب بنسبه 100%، لان هو قال وهو عندي هنا انه السن ده المرحله العمريه دي بقى فيها تغيرات كتير جدا، فما بيطلعش اللعيب اللي هو عايزه. يعني هتلاقيه في الشوط الاول لعيب قوي جدا، في الشوط الثاني مستواه بينزل، ما تقدرش تعمل عليه قياس لانه السن ده صغير جدا. فانا متخيل ان الكابتن ضياء السيد مش هيبقى عنده ترحيب بنسبه كبيره، يبقى عنده ترحيب بايه؟ عنده ترحيب بالمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي في اسمه مهم جدا دلوقتي بيفرض نفسه بشكل كبير جدا، هو كابتن احمد حسام ميدو. ميدو اللجنه الفنيه رشحته انه يقود المنتخب الاولمبي، هو لايق عليه. يعني برضو ايه، نتكلم في جزئيه ليها علاقه بانه ميدو وقيادته المنتخب شاب صغير وهو عمل ده، يعني قام بالدور ده قبل كده وفي الفرق اللي هو مسكها، يعني على مستوى دجله دينا شايفين الاسماء اللي طلعها ميدو في المنتخب في فرقه دجله كانت عامله ازاي، ومجموعه اللعيبه برده اللي كان في نادي الزمالك، فهو عنده القدره على الحته دي. في نادي الاسماعيلي برده نفس القصه، الحاجات دي بيعرف يعملها كويس وقريب في السن وعنده الطموح، يعني مش بيعمل حاجه في اخر عمره، يعني بيعمل حاجه في بدايه عمره. فاللي بيرجح كفه احمد حسام ميدو في المنتخب الاولمبي هو كابتن حازم امام، وكابتن حازم امام اوصى بده. على كل ان الاسمين محترمين جدا، سواء الكابتن ضياء السيد سواء الكابتن احمد حسام ميدو. طيب ليه احنا استبعدنا او ليه ما فيش في الاسماء دلوقتي الكابتن شوقي غريب، رغم ان الكابتن شوقي كان اسم كبير جدا ظاهر في الكادر لقاءات المنتخب الاولمبي والراجل اعلن ترحيبه عندنا هنا في البرنامج في الحلقه بتاعت يوم الخميس، انما في حلقه يوم السبت لما كان ضيفنا الكابتن هاني بريده رئيس الاتحاد فسالته قال لا، يعني خلاص كابتن شوقي غريب اخذ فرصته وقاد المنتخب الاول، فاكيد مش هيرجع تاني يبقى موجود في منتخب الادنى اللي هو المنتخب الاولمبي، ولما مفكر مش هيبقى ده مكانه، يعني مش ده مكانه. قال لك انا مفكر في شباب يبقوا موجودين في المرحله ديت، فشباب شوفوها كده برضو مع الترشيحات، فتمشي مع مين؟ تمشي مع احمد حسام ميدو. في اعمال خاصه بتقرب اجتماع اتحاد الكره من التاجيل، في شويه شغل كده بيعملوهم اعضاء مجلس الاداره فمش هيبقوا فاضيين، فبيسود اتجاه داخل المجلس تاجيل الاجتماع مقرر ليوم الاربعاء الجاي لاستكمال تشكيل الاجهزه الاداريه والطبيه للمنتخبات الوطنيه ومناقشه ملف الهيكله الاداريه داخل الجبلايه، وده اللي كنا اتكلمنا فيه في الفتره اللي فاتت. كابتن حماده صدقي ضم 5 محترفين لمنتخب 99، عمل قرر كابتن حماده يعني انه يعمل معسكر للفريق خلال فتره من 15 ل 18 ابريل لاختيار واختبار بعض الوجوه الجديده المرشحه للانضمام. 5 لعيبه محترفين جابهم، بعدين هيعمل بعديها معسكر تاني لحد موعد السفر للامارات عشان يعمل مباراتين وديتين مع نظيره الاماراتي يوم 28 ويوم 30 ابريل. الوجوه الجديده بقى اللي هي بقى مين؟ اسلام سلام ومهاب المراكبي، دول في الدوري الانجليزي بيلعبوا، واحمد فتحي وايهاب الغنام من الدوري الايطالي، ومحمد جاد الرب من الدوري النمساوي. وهو ده اللي احنا عايزينه بقى، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، انه يبقى عندنا اختيارات لمجموعه من اللعيبه اللي محدش سمع عنها. ده شغل مدير فني ان شاء الله باذن الله يكلل باقي النجاح. اتحاد الكره بيرفض تحمل قيمه ايجار مباراه طنطا والمصري. الاتحاد رفض ان هو يتحمل قيمه الايجار ده، قال لك انا ماليش دعوه، لانه ده هيترد لملعب الماكس في الاسكندريه. ده المباراه دي هتلعب يوم 19 ابريل. اداره طنطا كانت بعتت فاكس لاتحاد الكوره طلبت منه، فاتحاد الكوره قال لا مش بتاعي، ده انتوا اللي تتحملوه. فاداره طنطا هتحمل قيمه ايجار الملعب مقدره ب 40,000 جنيه.